سواريز يلعب كرة لمصلحة آدم جونسون. جونسون بالقدم اليسرى، تمريرة رائعة وخطيرة وفرصة للسيتيزنز، وهدف ثالث لمان سيتي. هدف ثالث لمان سيتي بشكل جميل جدا بتمريرة رائعة من جانب آدم جونسون. الهدف الثالث عن طريق لوكاس كابوتسي اللاعب الإيطالي الساب. لاحظ التمريرة الرائعة من جانب جونسون، ضرب الدفاع، يلعب الكرة في سباك الفريق الإيرلندي. سيتي يضرب، شبان السيتي يقدمون مباراة ولمحات فنية رائعة. ثلاثة أهداف في مرمى الفريق الذي يفترض أنه يمثل نجوم الدوري في إيرلندا. إذا كان هكذا نجوم الدوري في إيرلندا، ما بالكم في بقية لاعبي الدوري صراحة.